السفرة بترحب بالسادة المشاهدين في كل مكان، أهلا بيكم ومرحبا في برنامجكم الشيف. النهاردة عندي تشيكن كاسرول، فراخ كاسرول. كلمة كاسرول دي يا جماعة كلمة فرنسية، كاسولي، كاسرون اللي هي كاسولي. دي بتبقى دايما مش ايتم واحد، يعني ممكن اعمل ارانب مع سوسج مع ريش ضاني كاسرول، ممكن اعمل فراخ كاسرول. يعني كلمة كاسرول زي عندنا اليخني او زي كابل حلة حاجة بالطماطم كده، بس بيبقى لها طعم جميل. فالنهاردة هعمل فراخ كاسرول او كاسرول. عندي فرخة او فراخ، فاصوليا بيضة وكرات وكرفس وبصل وتوم وكركم وكزبرة جافة، طماطم وجزر وفلفل حار واعشاب وملح وفلفل، لكن الرئيس عندي النهاردة الهيرو عباد الشمس كريستال، زيت عباد الشمس كريستال. اول حلقة النهاردة هنعملها بزيت عباد الشمس كريستال. طيب نتوكل على الله ونشوف الكاسرول او الكاسرول هنعمله ازاي. البصل بتاعي مش هفرمه كالعادة، لكن هقطعه مكعبات عشان يبقى ليه شكل مميز. كل حاجة عندنا في الشغل ليها بروتوكول معين او ليها صنف، يعني بنعرف نعمل كل حاجة بطريقة جميلة. طيب عندي طاسة على النار، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنقطع البصل بتاعنا النهاردة بدل ما بنفرمه زي كل مرة، نقطعه كده اهو بسم الله الرحمن الرحيم. كده طيب كده ادي البصل بتاعي. الو الو، مساء الخير يا لينا. مساء الخير، ازاي حضرتك؟ الو، ازيك يا قمر؟ الله يسلمك. مورين يا فندم. اليوبيه، اهلا بيك يا فندم. مين؟ ما تركزي معايا يا حبيبتي. خير في ايه؟ اموري لو سمعت. انا عايز اسال على شاورما الفراخ. حاضر، على عيني يا فندم، اشكرك، شكرا لسعادتك. كده عندنا شاورما الفراخ من عيني يا ست لينا. كده عندي كرفس وكرات اهو، بفرمها كده. كده اهو. طبعا بنهني عم سعد ضيف بعقد قران بنته امبارح، بقول له يا حاج سعد ضيف كل سنة وانت طيب والف مبروك، وعقبال البكاري. كان عقد قران بنته امبارح في مسجد الشرطة في اكتوبر، بنقول له الف مبروك. طيب كده هنا عندي فلفل حار. التوم بقى اللي ما ينفعش ان انا احطه متقطع او سليم بفرمه.
كده. يا ست نور سلام عليكم. ازيك يا تيم شرباني؟ ازيك يا ست نور، اخبارك ايه؟ الحمد لله، كل سنه وحضرتك طيب. انت عامله ايه يا ست الكل؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ تمام في نعمه يا بنتي والله. اموريني يا ستي. الله يخليك. بالله يا تيم شرباني دلوقتي مفيش في السوق سلق عشان القلقاس. سلق القلقاس؟ ايوه بقى. مش م... ما هو مش م... مش موسم القلقاس دلوقتي حضرتك. ما انا جايبه المجمد الكياس. المجمد بيجي من المحلات معاها الكيس فيه مفهوش. ما هو طب يعني انت ما بتزهقش تشتري واحنا ما فيش سلق في السوق؟ بس انت عندك كزبره خضراء وشبت. أيوة. أيوة. كزبره خضراء وشبت وتوكلي على الله هتعملي القلقاس بتاعك زي الفل. خلاص مش لا مش لازم سلق. لا مش لازم يا فندم سلق. حط حبه سبانخ مع الـ مع الـ الشبت والكزبره عشان تخضر لك الصوص، هتبقى زي الفل زي الفل. يعني انا ساعات بستخدم السلق ده مكان بدل السبانخ. السبانخ هتديك نفس الطعم بتاع السلق. حط حبه ورق سبانخ مع شبت مع كزبره خضراء مع التومه واشتغلي بيها هتطلع زي الفل، ما تلاقيش خالص. بألف انا شف. ما مش هنقف على حاجه يا جماعه، يعني السلق مش موجود. بس انا عارف ان السلق ده على طول، يعني مش عارف، هو خضره من زي الكزبره وزي الشبت وزي البقدونس وزي الجرجير، فببقى على طول طول السنه في السوق. ما اعرفش هو المره دي زعلان منك ليه ولا زعلان مني ليه. لا ازاي، ما ينفعش. ازاي ازاي ازاي. طيب كده هنا هنشوف بقى الفرخه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. كده يا ست ام هاني سلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ ازاي حضرتك يا ام هاني؟ خليك متفكرنا بايام زمان بطبخ زمان. اي أيوة والله. اي أيوة والله يا ست الحاجه. اي أيوة والله احنا بنطبخ كده. ازيك يا حاج؟ ايوه صباح الهنا يا حاجه. ازي حضرتك؟ صباح النور. صباح النور عليك. نهارك ابيض. علم سيف على المولود الجديد بتاعنا احمد ابنها. ربنا ربنا يا رب يحفظه لها ويخليه لها ويجعله ادم السعد يا رب. وكل سنه وهي طيبه ومسافر. وانت طيبه يا ست الكل. عبده وحاجه فاطمه وكلهم ها ان شاء الله. الحلل الجميله اللي انت بتطبخ فيها جميله والله. النهارده بتوع الانتاج مش مخلينا محتاجين حاجه، وبتوع الاكسسوار ما شاء الله عليهم بقى نتكلم. يا رب يديك الصحه. سلمنا عليهم كلهم كلهم. ام الحاجه ام سيف كلنا بنصبح على حضرتك. ام عبده والحاجه وميمي واولادها وكلهم اخواتهم كلهم في الامارات. صباح الهنا على عيون حضرتك يا فندم. نهارك ابيض ان شاء الله. كده هنا كلها اربع كده زي ما انتم شايفين. وادي بصلايه على النار اهي. هنبدأ نشتغل. هديها تعفيرة كركم اهو. كمان شوية توابل واشتغل كده على طول اهو. كده اهو. تاني انت تاني انت. شفت المخرج بيقول لي ايه؟ هتعملي فيها مغمض وتعوري لنفسك. ماشي ماشي يا عم ابراهيم. انت شفتني انا بعملها؟ والله العظيم ما غشيت. ودخل احمد اسعد بيقول لي ده مفتح. قلت له المصحف ما مفتح، ده انا مغمض. طيب
يعني هقطع لك دراعي عشان تنبسط. صباح الفل على ابني، برغم اني زعلان منك عشان ما صبحتش عليا ولسه كنت هشتكيك للناس، فانت لحقت نفسك. ما هو يعني انا بعرفك بنفسي، انا اسمي الشربيني طباخ. انت عرفتني بنفسك؟ قلت لي النهارده انا معاك. لا الزهايمر اشتغل. صباح الفل، صباح الخير عليك يا ابني. ست نعمه، ايوه الشيف شربيني، ازيك؟ صباح الفل عليك يا ست نعمه، كل سنه وانت طيب. نهارك ابيض يا نعمه يا غريبه. الله يخليك، بس انا ست كبيره بقى. ست وتاج راسي. الله يخليك برضه نعمه وغريبه. الله يخليك، انا معجبه بصراحه بيك وبقعد لك كل يوم. وروح يا شيخه ربنا يجبر بخاطرك بحق جاه النبي. ولو ما شفتكش بالنهار اشوفك بالليل بقى الساعه 1، اروح افتح التلفزيون 12 اشوفك. يا طولة بالك يا حول الله. الله يخليك، احنا من اسكندريه من البتاش وبنحبوك. احسن ناس، احسن ناس، احسن ناس الاسكندرانيه حبايبي. تعيش والله، واحنا بنحبوك قوي يا شيخ. صباح الهنا على عيون حضرتك. الله يخليك، انا عايز احفظ الملوخيه. هنفرمها. ايوه. او هنخرطها. ايوه. واروح جاي جايب شويه شوربه صغيرين خالص. ايوه. فيهم مكعب مرق ويغلوا، وحط الملوخيه الفهم مع بعضيهم كده، وبعدين احطهم في كيس بعد ما تبرد وادخلها الفريزر. بعد كده لما يجي نشغلها نحط الشوربه على النار تغلي، ويكون شوربتنا عزمها شديد، بحط فيها الملوخيه بتاعتي، بنكون فكينها تبقى حلوه زي الفل، هتبقى احلى حاجه. مش عايزه حدوته يعني، سهل قوي يا ست. بشكر حضرتك على اتصالك الجميل. كده هستاذن حضراتكم بعد ما احط حبه التوابل دول، وادي شويه الزعتر، ادي شويه الكركم. هستاذن حضراتكم واخد فاصل وارجع لكم تاني. هو دار المحطه واطرح رايحين.